السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تاني حلقة ليا معاكم. صباحكم رياضي وصباح الخير على الشعب المصري كله. ربنا دايما يوفقنا ويكرمنا ودايما موفقين بإذن الله رياضتنا وحياتنا ودنيتنا وكل ما يخص الرياضة في مصر. إن شاء الله دايما تكون فرجة كبيرة جدا جدا من حيث النجاح إن شاء الله. طبعا احنا كنا انفردنا في خبر محمد ابراهيم كان قلنا وقع نادي الزمالك، وقع النادي الاهلي من خلال المصري المقاصه، وكنا ان في بيراميدز دخل في الصفقه، ولكن محمد ابراهيم طبعا اهلاوي، ولكن اتفق محمد ابراهيم وتواجد في النادي، هيتواجد في النادي الاهلي وكتب رغبه زي ما احنا قلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات. ومحمد ابراهيم ان شاء الله في النادي، يعني هو موجود في النادي الاهلي، وحتى هو كتب رغبه، بس الامور الماديه موجوده مع نادي مصر المقاصه لسه ما خلصتش. كالديرون هو الاقرب للتدريب لنادي الزمالك، كالديرون مش كارتيرون، كارتيرون هو طبعا اللي راح التعاون ويعني هرب من نادي الزمالك ودفع شرط جزائي لنادي الزمالك وهرب. فطبعا في بقى مدير فني اسمه كالديرون، المدير الفني للهلال السعودي، هو الاقرب لتدريب نادي الزمالك. طبعا اقاويل كتير جدا قالت جروس وقالت اسماء كبيره جدا، ولكن كالديرون هو الاقرب لنادي الزمالك. احنا عندنا النهارده فقرتين، الفقره الاولى هيكون معانا وكيل لاعبين وليد ابو سليم، هو وكيل لاعبين طبعا، عايزين نتكلم في الاستثمار الرياضي والاستثمار داخل مصر وخارج مصر، عايزين نساله كذا سؤال. طبعا الموضوع شائك جدا وانتشر في مصر كتير جدا 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 من حيث الاستثمار في الانديه الصغيره، عايزين نفهم ما المقصود من القصه والمفهوم للناس، نفهم، عايزين نفهم، واللاعبين الناشئين عايزه تفهم، وعايزين نعرف الممتاز به. ناس كتير جدا بتسال هل الممتاز به وجود لعيبه كتير جدا في الممتاز به، هل الصفقات بتتم عن طريق الواسطه ولا عن طريق علاقه الوكيل بالانديه ولا عن طريق الكفاءه ولا عن طريق ايه بالظبط؟ وطبعا هتطرق برضو الامر هروب كارتيرون من نادي الزمالك وموقف مجلس الاداره والنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تبقى حلقه موفقه. هنطلع فاصل ونستضيف طبعا اول ضيف لينا وليد ابو سليم. رجعنا لكم تاني، طبعا هيكون معانا طبعا كابتن وليد ابو سليم وكيل اللاعبين. كابتن وليد ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ صباح الخير. تمام والله، الله يسعدك. اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. اخبارك ايه؟ هنتكلم في موضوع كبيره جدا ان شاء الله، نكون خفاف على الضيوف. بس طبعا نسالك اول سؤال، دخلت وكاله اللاعبين ازاي؟ والغرض من وكاله اللاعبين؟ لا انا ما دخلتش، انا اصلا لعيب كوره. تمام. لعبت في دمنهور ولعبت في كهرباء دمنهور، واخر نادي لعبت فيه النادي بتاع المركز بتاعي كوم حماده. تمام. بس اتصبت عندي عمري 21 سنه، فطبعا خلصت. كنت ناشئين ولا لعبت فريق اول؟ لا لا ما لعبتش ناشئين خالص، كل فرقه بتلعب فريق اول. كان ساعتها الكوم حماده في القسم الكام؟ كنا درجه ثالثه. حتى انا اتصبت في ماتش نابورو، كان ماتش كاس مصر. المهم طبعا اتجهت الكليه بكالوريوس تربيه رياضيه، وبعدين اتجهت للعمل. جت فتره والدي توفى، فاضطريت ارجع تاني للبلد، وانا من صغري اصلا حابب مجال الوكاله، لان اصلا في لعيبه كتير اصلا مظلومه. مظلومه في الناحيه الماديه، في الناحيه الثقافيه، في كل حاجه. يعني اصلا في بلاد ارياف مفيش عنايه زي بلاد المدن، زي مثلا القاهره، زي اسكندريه. اصلا يعني انت شايف ان المدن بيبقى فيها الاهتمام وضع مادي واقرب للانديه فقط، لكن كموهبه لا لا لا، في فرق كتير طبعا. العامل البشري والعامل البدني والقوه طبعا في صف اللاعب الريفي اصلا، مش اللاعب بتاع المدينه. بس طبعا يعني ابتدى اشتغل واحده واحده الحمد لله بفضل الله. ويعني حضرتك عارف ان ليا اسم كويس يعني دلوقتي طبعا، ليك باع كبير جدا في طبعا يعني ووقعت مع لعيبه كتير جدا. الحمد لله الحمد لله بفضل الله الحمد لله. طيب كابتن ابو سليم، طبعا عايز اطلب من حضرتك الاستثمار الانديه، الاستثمار في الانديه الصغيره. بنشوف مستثمر بيجي يقول لك انا عاوز النادي الفلاني، واضح من الكلام ان هو بيعطي النادي مقابل مادي وبيبدا يتحكم في الامر وبياخد قطاعات الناشئين او بيستثمر في قطاعات الناشئين. ايه الغرض من الموضوع او انت شايفه ازاي؟ وطبعا هنتكلم بعد كده عن الاستثمار خارج مصر. بص يا كابتن محمود، ده اولا ما اسمهوش استثمار، ده اسمه انتحار للمواهب. انا بقول لك الحقيقه طبعا، يعني من غير تزويق، ده الحقيقه، ده اسمه انتحار للمواهب. بمعنى انا مثلا وطيفر اي فرقه من درجه ثالثه او ممتاز به، انا مثلا بكلم رئيس النادي انا عاوز قطاع الناشئين وفريق الاول، هروح ادفع رئيس النادي 200,000 جنيه وانا هاخد قطاع الناشئين واحول قطاع الناشئين استثماري. يعني مثلا انا بدل ما اعمل اربع فرق ولا ثلاث فرق اهتم بيهم، لا انا بعمل 2001 و2002 و3 و4 و5 واسجل كل لعيب ب 5,000 جنيه.
النادي بياخد فلوس من مش النادي المستثمر بيعمل سيستم في سيستم في قطاع ناشئين. لا انا هسجل 30 لعيب، كل لعيب هيدفع 5000 جنيه في 30 لعيب ب 150000 جنيه، بل الموسم اللي فات. طب هو من حق ان رئيس النادي انه يتحكم في هذا الامر؟ من حقه ان هو يستثمر؟ رئيس النادي ملوش دعوه بالقصه اصلا. رئيس النادي هو مين بيوافق يا استاذ كابتن ابو سليم؟ مين بيوافق على المبدا ان انا استثمر في النادي او اجيب حد مستثمر يستثمر في النادي؟ كابتن محمود انا عايز بس افهم الموضوع. القصه ما فيها انا هاخد نادي استثمار، تمام، بتفق انا والنادي، انا هاخد القطاع واصرف على القطاع، تمام تمام، وانت ليك مبلغ 200000 جنيه ومثلا 50% 30% من اي لاعب ابيعه من القطاع، تمام. هو اصلا المستثمر مش في دماغه انه يبيع ويشتري، المستثمر بيدفع 100000 جنيه لرئيس النادي، شال على رئيس النادي مصاريف كتير جدا، اللي هو اصلا رئيس النادي بيجيب لبس وبيجيب مدرب وبيجيب وبيجيب. لا خلاص ابعد انت الحوار، انا المستثمر هدخل. المستثمر بيجي بيعمل 6-7 فرق مع اي مدربين، مش شرط خبره ولا اصلا كويسين ولا دارسين، بياخد اي لعيب، اي لعيب بيدفع 5000 جنيه اتفضل، بس يكون مستوى مهاري مثلا 50%، بياخد 5000 جنيه. كانت لو السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها بتسجل 40 لعيب 50 لعيب. انت شايف ان الامر ده فيه خطا؟ خطا ده كارثه كارثه. انت تعرف يا كابتن محمود ان في اصلا مواهب في الارياف كويسه جدا جدا، بس ما تقدرش تروح تلعب في المقاولين ولا الاهلي ولا الزمالك، لان اصلا الاهلي والزمالك والمقاولين الفرق ديت ما بتديش مقابل مادي عالي في قطاع الناشئين، فاصلا بتلاقي الوالد عليه كاهل مصاريف بيت، فازاي هيدي فلوس الولد يسافر كل يوم؟ يعني المصاريف شخصيه للولد، مش مصاريف حاجه. طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك انديه عظيمه جدا، ماشي، بس طبعا مش ما بيديش في قطاع الناشئين مصر. فبيضطر الولد يلعب في اي مكان قريب منه. طب انت المستثمر يجي يضيع كام عيال الفرصه بتاعه النادي اللي قريب منه؟ كارثه كارثه كارثه. يعني انت عايز تقول لي ان اللاعب ده ما بيقدرش يسافر القاهره، راح جاي كل يوم عشان مصاريف تبقى كبيره جدا على الولد، وبعد كده بيبدا يلعب في الارياف، ونفوجئ ان الارياف بيبقى فيها فلوس كبيره برضه. ده اللي انت عايز تقوله؟ لا يا كابتن مش قصدي كده برضه، انا قصدي ان الفرصه بتاعه اللاعب الريفي يلعب في اقرب مدينه ليه. صح فخلاص انا خلاص شلت كمان الميزه دي من عليه. المستثمر جه بيسجل لعيبه بفلوس، هو هل ده استثمار؟ ده استثمار وقتي. انا هعمل 5 فرق، بدل ما دفعت رئيس النادي 100000 جنيه لا انا خدت 750000 جنيه من التسجيل بس. لو اتباع لعيب هيتقسم بالنص بينه وبين النادي. المستثمر ده بيجي عن طريق دراسه او بيجي عن طريق؟ لا 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 لا، انا جاي بفلوسي، يعني ممكن يكون اي واحد من الشارع، ممكن يكون تاجر اصلا، انا جاي يلا عن مصلحه تك تك تك، خلصت القصه. مش شرط اصلا يكون اصلا لعيب كوره، ده راجل بيكسب مادي، هو ده اسمه استثمار؟ ده اسمه شغل مصلحه. طب ايه الفرق ما بين الاستثمار داخل مصر والاستثمار خارج مصر؟ ايه خارج مصر اموره بتبقى ماشيه ازاي؟ لا لا، هو اصلا اولا ما فيش استثمار داخل مصر حتى في انديه الدوري الممتاز اصلا، مفيش استثمار، تمام تمام. استثمار خارجي لا، ده قصه ثانيه خالص، قصه بعيده. ده بيعملوا تجارب اصلا، هات اي فرقه من فرق الدوري الانجليزي، الدوري الهولندي، الدوري الفرنسي، اصلا عاملين اكاديميات باسمهم في غرب افريقيا، وكام في زامبيا، في نيجيريا، في الكاميرون. انت في فرقه في جنوب افريقيا اسمها اياكس كيب تاون، النادي اصلا بتاع نادي اياكس، بيجيب مدربين هولنديين بيضرب. طب كابتن بشير هنقطعك في مداخله معانا، الحاج عبد المقصود عامل رئيس مركز شباب كفر بولين. حاج عبد المقصود صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، اخبارك ايه؟ صباح الخير الحمد لله والله. دايما يا رب. ازيك حاج عبد المقصود؟ كابتن ابو سليم معاك. كمان ان شاء الله خير يا كابتن علي. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. الله يكرمك. حاج عبد المقصود طبعا نادي كفر مركز شباب كفر بولين هو في القسم الثالث. وطبعا أيوة. عندي خبر بان هو في الخامس في المجموعه بتاعته في الترتيب. أيوة. بتاعه. وبيقولوا في مجموعه كويسه جدا من اللاعبين عند حضرتك، وعندك ملاعب بلو بشكل كبير جدا جدا، فعايز اعرف من حضرتك طيب ايه اللي ناقص مركز شباب كفر بولين على انه يبقى موجود في القسم الثاني الدوري الممتاز ده، وايه احتياجاتكم وبتعانوا من ايه يا حاج عبد المقصود؟ احنا بنعاني من الامكانيات ومن التمويل المادي، ما خدناش من الاتحاد بقالنا سنتين ولا مليم ولا من الوزارة، ومفيش أي دعم بيجي لنا نهائي. رغم إن مراكز الشباب دي المفروض إنها معمل التفريخ لمنتخب مصر. يعني عندنا لعيبة على أعلى مستوى، عندنا مدرب الكابتن أحمد الملا على أعلى مستوى. عندنا ملعب منجل قانوني وسور حديد يمنع الجمهور ومدرجات بنينا، وكل ده بالمجهود الذاتي. طب اعتماد حضرتك على ايه طيب يا حاج عبد المقصود؟ اعتماد حضرتك على ايه؟ على التبرعات
للناس الجماهير اللي حوالينا ورجال الاعمال والناس واهل البلد وعمده البلد اعملوا غير كده. لكن برضو ده كلام بيضعف امكانيات. طب حضرتك مفيش دعم مادي من وزاره الشباب والرياضه؟ ولا دعم مادي لا من الوزاره ولا من الاتحاد. ما يعني أكيد. كبرنا لو خدنا 5000 جنيه يجوا بعد 3 اشهر. ايه يعني 5000 جنيه؟ نادي كفرين؟ نادي كفرين اصلا يعني عندك قاعده اجتماعيه يا حاج؟ عندك قاعده اجتماعيه عندك في النادي؟ عندك كافيهات؟ عندك محلات؟ عندك حاجات بتصرف على النادي ولا مفيش حاجه؟ مفيش الكلام ده خالص يا كابتن محمود. النادي الملعب بتاع النادي على مستوى، في مدرجات صغيره، في سور حديدي، في كل حاجه، في كل ممكن، في مبنى اجتماعي صغير للعيبه. تخيل النادي بتاع عايزين نقول لك يا كابتن ابو سليم ان في انديه في الدرجه الثالثه ما فيهاش الكلام ده اصلا. انت كان فيه لا انا هقول لك حاجه اغرب من كده بس تحتين خبر يعني يا كابتن محمود. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج عبد المقصود. عندنا في عندنا حوالي 600 متر فاضيين، عايزين نعملوا مثلا قاعه مناسبات، نعملوا كافيه، وعندنا 250 متر برضه فاضيين، عايزين نعملوا مثلا نادي الطفل، عايزين نعملوا اي حاجه تدر داخل يا حاج عبد المقصود. حاج عم مصور، هو انت معدل الصرف الشهري بالنسبه لمرتبات اللعيبه والجهاز والتنقلات والماتشات كام مثلا في الشهر كده معدل؟ يعني عشان الناس مستحمله وناس كده 50000 جنيه على الاقل حاجه. بتدي عقود سنويه؟ عقود سنويه ولا مرتبات؟ لا بدي مكافاه. يعني لا يعني حتى سيبك من كلمه عقود ومرتبات، 50000 جنيه شهري في 10 شهور ب 500000 جنيه. طب مش وزاره الشباب والرياضه بتدعي؟ مفيش دعم. حاج عم بقول لك انا من اهل البلد ومن الناس المحبين للنادي، انا بقول لك تخيل نادي درجه ثالثه بدون عقود بيصرف 500000 جنيه، بيجوا منين؟ ما هو من تبرع ده ومن تبرع ده. فين بقى دور التحكم؟ طب وصل رساله حضرتك يا حاج عبد المقصود، وصل رساله حضرتك. طيب وطبعا في ناس كتير بتسمعك على فكره حضرتك، حتى التبرعات احنا عاملها، واحد بيشيل الاتوبيس، واحد بيشيل كذا، واحد بيشيل كذا، تبرعات عينيه كمان. طب بشكر حضرتك يا حاج عبد المقصود طبعا، وكلامك وصل لحضرتك طبعا، وصل للساده المشاهدين، بشكرك. ايه الموضوع ده؟ ده كارثه والله. يعني من كفر بين الانديه الفقيره جدا. بس رئيس النادي طبعا واعضاء مجلس الاداره ناس محترمين جدا، عاملين ملعب اصلا في انديه ممتاز به، مش عند الملعب، كل ده بجهود ذاتيه. انا بقول لك بتصرف 500000 جنيه في موسم، 500000 جنيه، وغير ده مفيش عقود، ده مرتبات شهريه والكلام ده كله بس. ف 500000 جنيه، فين دور اتحاد الكوره؟ فين دور المستثمر اللي بيقول عليه؟ ما تيجي انت مستثمر، تعالى عندك مدرب، طبعا عندهم مدرب من افضل مدربين، مش هقول في مصر يعني، هيبقى من احسن مدربين مصر، كابتن احمد ملا بتاع النادي، مدرب نادي يعني لاعب النادي الاهلي، عنده 6 7 8 لعيبه لو مجرد اهتمام اللعيبه دي هتلعب دور ممتاز وهتجيب دخل كبير. قصدك ان المستثمر يبدا يفكر في نادي زي ده بيبقى عنده لعيبه كويسه وعنده امكانيات؟ انا اقول لك حاجه بس، مش هيستثمر في ارض زي دي مثلا؟ اتكلم بصراحه، اللعيبه بتاعت النادي بتاع كفر بلين مثلا، انا بقول لك كفر بلين ده لسه فيكم حماده، بينها وبين النادي مثلا بتيجي كل يوم 3 ساعات عشان تيجي النادي تتمرن وترجع تاني بيتها بعد 3 ساعات. اتخيل ان النادي ده في مستثمر وعرف يوفر يعني كويسه، يعني انت عايز ده دور المستثمرين اللي احنا مش شايفين منتشرين، يجي لا مستثمر زي ده في التوقيت ده؟ لا المستثمر انت بتقول عليه شويه، ده اسمه جزار، انا جاي ادبح المواهب واخد فلوس وامشي. يعني يعمل سبوبه سنه اثنين ثلاثه ويمشي. لكن المستثمر الصح اللي يفيد النادي اولا ويفيد مصر وبعدين هو يستفاد، انا ما اعترضتش، يعمل خطه خماسيه بعد 5 سنين هتلاقي المكسب تضاعف تضاعف تضاعف. انا كنت لسه بكلم حضرتك ان اياكس ومانشستر والفرقه دي بتروح افريقيا وتعمل اكاديميات، ما بتعملش نوادي. ايه الاكاديميه بتعمل ازاي؟ بتغير ثقافه اللاعب، وبحاول يوفر الماده والملاعب الكويسه ويطور الفكر بالنسبه للاعب. يعني اللاعب مثلا بتاع اياكس بيجي من افريقيا اصلا يلعب في اياكس كانه اصلا كان في هولندا وشغال مع هولندا. ليه؟ هو بينقل احتياجاته من هولندا لافريقيا، بيظبط اللاعب تمام، بتلاعب اصلا، بتلاقي اللاعب طالع من هناك هو مستقر انه هيمشي في نفس السيستم بتاع النادي، مش هغير فتره بقى ينسجم والكلام ده كله. وغير ايه؟ ابو اللاعب المصري ايه سبب فشله؟ بيروح هناك اصلا ما بيعرفش يتكلم في اللغه. طب هل الانديه كلها كده؟ زي الحاج عبد المقصود ما بيحكي انديه القسم الثالث، ولا في بعض الانديه قايمه على المشاريع وقايمه على التطورات اللي موجوده في النادي؟ اهو انا اقول لك، ناديكم حماده، مركز شبابكم حماده، اقسم بالله من افضل لعيبه في الدرجه الثانيه بحالها، مش درجه ثالثه. لعيبه جميله جميله جميله، اللعيبه اصلا
واحد فاتح مطعم يغديهم يوم، واحد عنده لبس يجيب لهم لبس. يا كابتن محمود معاناه، معاناه لابعد الحدود. انت على فكره انا بقول لك يعني الوضع كارثي اكتر من كده بكتير. ابي انت تحركوا، انا اسف يعني اسف. انت لما تعمل مثلا ريسيرش على انديه الدار الممتاز بخلاف طنطا واف سي مصر مثلا واسوان، هتلاقي عدد اللعيبه تروح مثلا 1.5 مليون 3 مليون 3 مليون ونص. تيجي على الممتاز بيه بعض الفرق مثلا بلديه قناه فاركو، هتلاقي العود 100,000 و120,000 جنيه وما بياخدهمش، بيعمل لك نسبه صعود ونسبه مشاركه هتلاقي عنده 70,000 جنيه. هل في نسبه وتناسب بين الدوري الممتاز وممتاز بيه؟ ازاي؟ مع ان الفرق اصلا بسيطه، يعني اصلا الباك رايت في الدوري الممتاز 80%، الباك رايت في الدرجه الثانيه 60%، مش الفرق الكبير خلاص الايجابي اللي هو مثلا يسمح له ياخد المبلغ ده. اما تخلي نسبه وتناسب، انت رفعت عود الممتاز بيه هتلاقي لعيبه في الممتاز بترجع تلعب ممتاز بيها تاني عادي يعني خالص. يعني انت شايف ان في لعيبه في الممتاز بتصلح للعيب دار ممتاز كتير طبعا. كتير كتير جدا. لا والدرجه الثالثه اصلا يعني مركز شباب كفر بلين ده اصلا في لعيبه تنفع تلعب دار ممتاز. طب كابتن مسلم، انت راجل ليك باع في الممتاز ده ووديت لعيبه كتير جدا جدا الحمد لله من الصعيد لاي مكان في مصر. الحمد لله. انا بس سؤال ويكون بصدق، في بعض اللاعبين اللي في الممتاز بقى او القسم الثالث او القسم الرابع دي كلامهم يقول لك ان انا لو معايا ايجنت وكيل شاطر اقدر العب في اي نادي، لا قايم على فيديو ولا قايم على موهبه ولا قايم على اي حاجه، قايم على علاقه وكيل لاعبين بالانديه. انا عايز اسمع حضرتك في رايك لانه يهم ناس كتير جدا جدا. بص يا كابتن محمود، انا كلامي برضه بصراحه. كل لعيب في مصر فاكر نفسه احسن لعيب في مصر. كل لعيب في مصر؟ اه يعني حتى في الدرجه الرابعه وفي الدرجه الثالثه هو في دماغه لا انا ما بفرقش كتير. لكن في لعيبه عندها الثقافه بتشتغل على نفسها، بتشوف الجزء الناقص وتكمله، تمام؟ انا كوكيل ما اقدرش اكلم اي مدير فني او اي رئيس نادي غير لما اروح اشوف اللعيب بعينيه في ماتش اصلا. يعني انا مثلا اروح درجه ثالثه بتراجع لعيب، اكلم رئيس النادي اقول له انا هبعت لك كذا كذا مضي. بس صفقات حضرتك اللي بتتم في بدايه الموسم بيكون عن طريق الاتصال والاتفاق والتوقيع اللاعب بثقه من الاداره. طيب انا غالبا بخلص اللعيب اصلا قبل المدير الفني يجي، اكلم رئيس النادي انا في كذا كذا. ايه السبب؟ لا هل علاقتك طب سؤال بس يا كابتن مسلم، هل علاقتك بالنادي وانك انت وديت لهم لعيبه كويسه من قبل من فتره فعشان كده في ثقه كامله فيك كوكيل طبعا، ولا هم بيثقوا في اي وكيل لاعبين او يثقوا في وكيل لاعبين اللي هو جاب لهم لعيبه كويسه؟ عشان بس افهم الموضوع وتدي رسالتك لكل اللاعبين اللي بيتصوروا بيدوا بيرموا شمعتهم على وجود الوكيل الايجنت الشاطر هو اللي هيخلينا نلعب في النادي كويس. هل ده صح؟ وهل يحق ان اللاعب ده لو في حاله ان هو وقع للنادي من حقه فسخ التعاقد بعد فتره في حاله انه اللاعب ده مش كفء او مش لاعب كويس؟ برضه هنتكلم بصراحه. الموضوع ده بيرجع للثقه بين المدير الفني والوكيل. انا لو في مثلا مدربين انا بتعامل معاهم اقول له انا في كذا كذا لعيب كويس بيلعب ديفندر بيلعب هاف بيلعب فيرود لا اللاعب ده كويس، فاقول له خلاص ابعته حالا ومضيه وادي له فلوس كمان على الثقه اللي بينه وبينه. جميل. يعني زي مثلا انا كنت في بودي من 3 سنين مثلا منتخب السويس وديت لهم لعيب كويس جدا من كوحانس محمود طلعت، وديت لهم باك ليفت بيلعب حاليا في اسماعيل اسمه ابراهيم ابو اللذيذ. اللعبه دي كان من درجه ثالثه مثلا ممتاز بيه وكده. اللعبه لعبت سنه واللي راح الداخليه دوري ممتاز وجاب مبلغ كويس جدا 500,000 جنيه، واللي راح للداخليه وبعد راح الاسماعيلي. فدلوقتي انا لو كلمت رئيس النادي قلت له انا جايب لك لعيب من الدرجه الثالثه هيقول لي احنا هبعته له اصلا، لان ما بتكلموش على لعيب غير متاكد ان اللعيب ده اصلا هيفيد النادي وهيكون كويس. ده نقطه مفروغ منها. لكن في لعيبه مظلومه؟ اه في لعيبه مظلومه. انا داخليا كنت بتكلم مع الكابتن اشرف قيد والكابتن ياسر الكناني ان القايمه في مصر. ياسر الكناني مدرب كبير جدا. يا من احسن مدربين في مصر. كان المنصوره واللي كان في الالمونيوم. في الالمونيوم حاليا. والكابتن اشرف قيد والكابتن ابراهيم شحاته، يعني بقول لك النادي اصلا والكابتن اكرم مجيد اصلا مدير فني نظيف ومحترم. فكنت بكلم الكابتن ياسر ان القايمه 30 لعيب. انت كده على مستوى الموسم هل في مدرب بيلعب اكتر من 18 لعيب طول الموسم؟ لا بيعتمد على 18 لعيب و12 لعيب بره الصوره خلاص بيتمرنوا. ابيه المنع ان اجيب 15 لعيب من الدوري الممتاز من ممتاز بيه واكمل بخمسه سته سبعه لعيبه من الدرجه الثالثه مميزين واكمل بقطاع ناشئين؟ ما انا كده كده اصلا ما بيلعبوش ما بستفادش بيهم. ما تكمل اديهم خبرات اصلا. تفسيرك لهروب كارتيرون من نادي الزمالك ودفعه الشرط الجزائي لنادي الزمالك وتعليقك لراي الجمهور ومجلس الاداره، الحاجه الثانيه والثالثه، الفرق بين هروب رمضان او مش هروب رمضان صبحي، راجل انتقل عادي من انجلترا، بين رمضان صبحي اللي حصل من رمضان صبحي واحمد فتحي وبين اللي حصل من كارتيرون، ايه الفرق بين النادي ده والنادي ده؟ كارتيرون مدرب هارب، ده اللفظ بتاعه.
راجل بيبص على الماده، مع انه لو استمر مع الزمالك يا انا عايز بس اوصل رساله. يا جمهور الزمالك العظيم، لما جينا اتكلمنا مع رمضان صبحي واحمد فتحي، هم من ابناء بلدنا وطننا مصر، فاللعيب ممكن يفكر مثلا في مصلحته الشخصيه شويه، ممكن نيجي عليه شويه، يجي علينا شويه كجمهور، ما فيش اي مشكله. لكن كارتيرون ما ينفعش نحمل مجلس اداره الزمالك هروب كارتيرون، لان رئيس نادي الزمالك عمل فيديو وجاب الراجل كارتيرون قدام اعضاء مجلس اداره وقال له ممكن تقعد معانا شهر وممكن تمشي بعد الشهر، ويبقى خدنا الوضع بتاعنا المناسب وارحل، ما عندناش اي مشكله. فهو راجل رئيس نادي محترم جدا 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 جدا. ما ينفعش كجمهور الزمالك، ادارتك عملت وجابت صفقات كبيره جدا جدا جدا، وبعد كده وبتحقق لك نجاحات وبتاخد لك بطولتين مع مدرب ما قعدش اكتر من 8 9 شهور، وراجل يحقق بطولتين، وفي الاخر اجي اقول ان اداره الزمالك او نادي الزمالك مخطئ في مشي كارتيرو. اي نادي ما بيقفش على اي لعيب، ولا اي نادي بيقف على اي مدرب. سياسه النادي ومنظومه النادي بتقف على سياسه منضبطه، اما ان يكون هي نفع للنادي اما ان يكون مصالح شخصيه. وانا اشهد ان نادي الزمالك بادارته هي نافعه جدا جدا لنادي الزمالك، وبتحقق نجاحات كبيره جدا جدا، وما شفناش مواهب كبيره جدا في وجود نادي الزمالك غير في عهد سياده المستشار مرتضى منصور. طبعا انا مش بنحاز لحد ولا بتكلم على حد، طبعا كل الناس لها التقدير والاحترام، ولكن انا بقول من نبع سوء يعني، انا بتفرج وبشوف، شايف ان الراجل ده بينجح، وشايف كابتن محمود الخطيب بينجح، وشايف ناس كتير بتنجح، لازم نديهم حقهم، لازم نشيد بالناس دي كلها، لان هم ما افسدوش، الناس دي نجحت وبتحقق، فلازم كل الشكر ليهم. انا لما اعمل حاجه حلوه انا بسقف، طب لما بعمل حاجه وحشه او حاجه الوضع ما ساعدنيش، ممكن اقول لك ان انت ظروف حصل مش عارف ايه، ممكن اجيب لك اي مبرر، لان مش ذنبك، مش ذنبك. ونيجي نقول على شخص غدر نقول عليه هو اللي كويس، لا، احنا مش عايزين حرب في الافكار من حيث الناديين، ده هيرب ده قاعد ده راح ده جه. نادي الزمالك نادي كبير جدا، نادي الاهلي نادي كبير جدا، جمهورنا عظيم جدا جدا جدا، لما بيكون في منتخب مصر الجمهورين بيبقى اعظم جمهورين وبيشجعوا منتخب مصر. كابتن ابو سليم تعليقك فعجاله عشان وقتنا. كلامك كله مظبوط طبعا. مفيش كلام بعد انت قلت على موضوع كارتيرون، لكن بالنسبه لموضوع رمضان صبحي احمد فتحي، انا شايف فيه ازدواجيه كتير، يعني الجماهير جت على رمضان وبتسند احمد فتحي، مع ان المفروض يبقى العكس، كل لاعب له هدف ومبدا. خلاص رمضان صبحي شاف ان الفتره دي محتاج المال بدايه حياته، محتاج دي ما تزعلش. انا جالي عرض من الاهلي ب 10 قروش، انا جالي عرض بيراميدز ب 30، لا انا خلاص انا بدور على المال، ما بدورش مثلا هطلع اعترف تاني ولا، خلاص انا ده سيستمي وده وضع، خلاص انا موافق عليه. لكن الغريب اصلا ان جمهور الاهلي قبل الاداره مساند احمد فتحي. احمد فتحي لعيب كبير ما عندهاش اعتراض خالص. على فكره يا كابتن مسلم دي ثقافه كويسه جدا، لما يكون عندي النادي او الجمهور بيحترم لاعب حتى لو مشي من نادي تاني، احنا عايزين الثقافه دي. لا لا انا مختلف معاك. لا لا انا مش، احنا بص يا كابتن مسلم، احنا عايزين الجمهورين يتقبلوا اي وضع، لان دي لاعبين وفي الاخر بني ادمين زي اي شخص بيبقى في شغلانه وبيقول شغلانه افضل فبينتقل ليه. احنا مش عايزين، اقول لك حاجه معلش، احمد فتحي انا مش عايزين بس نقصوا، لا ما فيش قصر، احنا عايزين الناديين ناديين كبار جدا جدا. لا احمد فتحي جه النادي الاهلي، النادي الاسماعيلي، عمل موسم واثنين وثلاثة كويس جدا. فاقول لك يا كابتن ابو سليم ماشي، كلم اداره النادي انا عاوز استفاد. طلع لعب شيفيلد سنه ما لعبش خالص، رجع الاهلي شاله، قال لي لعب سنه تلعب كويس، قال لي اطلع راح الوكره، رجع تاني من قطر، راح تاني السعوديه. يعني انت الاهلي سندك اربع سنين تطلع تسافر وما تاديش، فترجع تاني والاهلي يشيلك تاني وتلعب تاني. فالمفروض انت راجل عندك 36 سنه، مواد 84 36 سنه، ممكن يقدر احمد فتحي يختار الطريق المناسب ليه. لا في التوقيت ده بيامن مستقبله، مستقبله بعد اربع سنين احتراف. لا لا طبعا بصراحه كابتن ابو سليم وكيل لاعبين شرفتنا ونورتنا. بنور يا كابتن. عايز تقول بس اي كلمه كده وانت بتختم؟ والله هو النهارده طبعا يعني ذكرى وفاه والدي الله يرحمه، في الوقت ده ندعي له بالرحمه يا رب ويشفع فيه الصيام القيام. وحابب اشكر طبعا ناس كتير في جنبي، اولهم والدتي ربنا يخليها يا رب، واخويا الكبير بشمهندس اسلام، واخويا الصغير عمرو ومحمد، وزوجتي ربنا يخليها ليا، واولادي واصدقاء كتير خالص، ناس حواليا الحاج عزت وكل الناس دي بحالها، وناس اصلا دلوقتي بتتفرج على الحلقه عشان خاطر انا، يعني صاحب بدر عشان يتفرج عشان خاطري. فربنا يكرم الجميع الله. وانا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك كابتن محمود، وربنا يكرم الاحوال ويكرم الجميع باذن الله. شكرا كابتن ابو سليم وكيل اللاعبين، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا بيطلع فاصل وبنستضيف لاعب نادي سموده 2005، لاعب كويس جدا. فاصل نرجع لكم.